ترشيد استهلاك الكهرباء ثقافة عالمية، يعني استثمار أمثل للطاقة الكهربائية عن طريق مجموعة سلوكيات يومية بتضمن حصولنا على حاجاتنا من الطاقة الكهربائية دون هدر. أما التقنين هو إجراء طارئ بتتبعه الدول خلال الحروب والأزمات لتخفيض استخدام الكهرباء لفترة محددة في سبيل المحافظة على استدامة هذا المورد. فوقت نمارس ثقافة الترشيد بينخفض الحمل على مولدات توليد الطاقة، وبالتالي يقلل استهلاك مصادر الطاقة والوقود، وهيك بتنخفض قيمة فاتورة الكهرباء وبتؤدي للتقليل من التقنين، والنتيجة الكهرباء بتوصل إلك ولغيرك ولكل أولاد بلدك بكفاءة عالية. وفرها اليوم بتلاقيها بكرة. دير بالك عبلدك.